اختتمت في حائل البطولة الأولى لجمال الخيل العربية الأصيلة بإعلان المرابط الفائزة في البطولة لكل الفئات المشاركة. دعنا نتابع تفاصيل حمود إذن هذا الموضوع في تقرير زميلنا أحمد العثمان من عروس الشمال حائل. اجتمع جمال الجبال الشاهقة مع جمال الخيل ورشقتها هنا في بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة. بطولة تعد الأولى من نوعها في حائل، 3 أيام سحرت عيون الحاضرين بجمال الخيل. البطولة حقيقة من حين بدايتها في نسختها الأولى بدت بهذا الحجم من القوة اللي حقيقة نعتقد أنها بصمة مضافة لمثل هذه الفعاليات. في السنة القادمة سننتحي إن شاء الله أن تكون هذه البطولات بطولات عالمية وتكون لحائل بصمة فيها كبيرة. خيل سعودية الأصل والمنشأ استعرضت جمالها أمام الحكام الدوليين على أرض ميدان الغوات. المكان هنا جميل جدا وخاصة الجبال المحيطة، أيضا التنظيم وجمال الإنتاج للخيول مبشر ويدل أن المربين يقدمون التركيبات الصحيحة ويهتمون بنوعية الخيل المقدمة. شعوري رائع جدا بما شاهدناه من الجمال وقوة المنافسة بين ملاك الخيل. جائزة الخيل تعني شيء لأنه الخيل يعني تعلينا شيء، يعني هي جزء من حياتنا وجزء من تراثنا وجزء من يعني رافقت أهلنا في سنوات كثيرة وقامت بأدوار متعددة، ويمكن أهم دور يعني قامت فيه الخيل العربي أو ساعدت الخيل العربية في القيام فيه وتوحيد المملكة العربية السعودية. جمال عربي أصيل تمثل ب240 جودا، أظهر ملاكه أبرز إنتاجهم وبث روح التنافس بينهم لتحسين الإنتاج. من منطقة حائل، أحمد العثمان، MBC.